بالله، نعم، وتغسل يديك بالماء، تغسل يديك بالماء، تغسل يديك بالماء، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، تغسل يديك بالماء، ثم تغسل فرجك من المني، ثم تغسل فرجك من المني، ثم تتوضأ، ثم تتوضأ. تتوضأ وضوءك للصلاة، للصلاة، وضوءك للصلاة، أنت على ذلك؟ إي نعم، نعم. تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تمسح شعرك، ثم تمسح يديك، أذنيك، وما تغسل قدميك. بدي أغتسل الآن أنا يا شباب، تحسو ثلاث حثيات على رأسك ماء، إي نعم، تحسو ثلاث حثيات على رأسك. ثم على جنبك الأيمن تغسل جنبك الأيمن، تغسل جنبك الأيمن هكذا كل جسمك، ثم جنبك الأيسر، ثم جنبك الأيسر، ثم تعمل جميع جسدك بالماء، تعمل جميع جسدك بالماء وتغسل كل نفسك بالماء، عممت جميع جسدك بالماء، الآن تغسل قدميك، الآن شو تغسل قدميك، اهلا غسلنا قدمينا، تعالي تغسل قدميك. هذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أولا نقول بالشهد كما شاهدوا الآن أنا أتوضأ نغسل الأيدي إلى ما رفق ثلاث مرات مع خلية الأصابع أريد أن أتوضأ نعم هذا امسح على الرأس ثم على الأذنين والرجلين الرجلين نخلوهم كان يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الغسل خلو الرجلين الآن بعد ما توضينا الآن نغسل رأسنا ثلاث مرات أو نحثو على الرأس ثلاث غرفات كما نشاهدوا الآن هذه الأولى نخلي الشعر الثاني هذه الثانية وهذه الثالثة نخلي الشعر الثاني جيدا نغسل وجهي ورأسي هكذا الآن بعد ما غسلنا الرأس تاعنا ثلاث مرات الآن نعمم الجسد تاعي بالماء يعني الجسم تاعي قاعد يلزم يحكم الماء نبدأ بالجهة اليمنى ثم زيد الجهة اليسرى يعني لو كان لو كفر ما يبانش في الهاتف الآن نوضحكم هذا إذا نبدأ بالجهة اليمنى الجهة اللي ناقع وندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ندخل هذه الجهة اليمنى كل الجهة اللي تاعي الآن نقوم بغسلها ونصب على الظهر تاعي نحاول نغسل الظهر تاعي الأجزاء الأخرى من الظهر يعني كي نوقف يعني اتبان يعني كي نوقف يعني نغسل الجهة اليمنى من الجسم تاعي ونغسل الجهة من الأمام ومن الرب الآن نروح نغسل الجهة اليسرى نغسل الجهة اليسرى المهم الماء يحكم كاع الجسم تاعي نغسل كاع الجهة اليسرى هذه من الأمام ومن من الخلف هكذا الظهر نحاول الظهر تاعي نوصل يدي وندرك الظهر تاعي قدر المستطاع ونصب عليه الماء حتى يعني نعرف بلي الماء حكم كاع الجسم تاعي وفي الاخير كيما قلت لكم خلينا الجهه تاعنا نغسلوا رجلينا ومن بعد نغسلوا الجهه اليسرى بعد نغسلوا الجهه اليسرى اذا